انت معاهم؟ معاهم. جايبني هنا ليه يا خالد؟ عشان تبقى معانا، كلمتهم عنك كتير. يعني احنا لما اتقابلنا ببيت سعد كنت واخد خبر انك جاي. بعت له صورتك وقلت له ركز مع هشام، هتلاقيه هو الوحيد اللي بيفهم. انا همشي يا خالد. رايح فين؟ لسه بنتكلم. وبعدين لو مشيت مين اللي هيوصلني البيت؟ يعني انا مش فاهم، انت بتريل على الفلوس وفي الاخر عاوز تقسمها مع اربع بني ادمين؟ ثلاثة مش أربعة ولا خمسة. ثلاثة. أنا لسه عندي رأيي، مش عايزة الفلوس. 300,000 دولار. كل واحد فينا هيطلع له مبلغ مش قليل، هيعمل بيه اللي هو عايزه. وأنت بالذات. المنحة يا هشام. وديك شفت بنفسك. أي حد بيقرأ الكتاب بيطلع بنتائج غير التاني. لكن لو لمينا كل دول على بعض، الطريق هيبقى أقصر، هنوصل أسرع. إحنا أربعة. كل واحد فينا يقدر يروح مكان في نفس الوقت. ما اظنش ان في اي حد تاني يقدر يعمل اللي احنا بنعمله. طب تمام، لو انتوا بقى جامدين قوي كده محتاجيني ليه بالظبط؟ انت كمان محتاجنا.